اللقاء الذي جمع معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني من مؤسسات وأفراد بولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية جاء ليؤكد على أهمية تبادل الأفكار والرؤى التنموية المبنية على الشفافية والموضوعية في الطرح، وليبرهن على مدى عمق التواصل الحقيقي ما بين أصحاب القرار التنموي في الحكومة والمستفيدين من خدماته على أرض الواقع. حيث الآن تفوق حجم المشاريع التطويرية الحالية التي تقوم بها الوزارة أكثر من تقريبا 700 مليون ريال عماني تنفق في الطرق، ومعظم هذه الموازنة في مشاريع الطرق المختلفة في ولايات المحافظتين. اللقاء جاء مستعرضا لمشاريع وزارة النقل والاتصالات الحالية والمستقبلية في ولايات المحافظتين. بالنسبة لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، الطرق الترابية وصلت إلى حوالي 4100 كيلومتر، والطرق الاسفلتية إلى حوالي 2300 كيلومتر. مشاريع الطرق الجاية تنفيذها في محافظتي الشمال والجنوب الشرقية: ازدواجية طريق بيت بتصور المرحلة الأولى بطول 40 كيلومتر، المرحلة الثانية بطول 75 كيلومتر، رصف طريق محلاه غبة الطام إسماعية بولاية دمى والطاعين بطول 45 كيلومتر، طريق وادي بني جابر بطول المرحلة الأولى منه بطول 19 كيلومتر، وإنشاء طريق سناو محمود الدقمة المرحلة الأولى بطول حوالي 82 كيلومتر، وأيضا المرحلة الثانية بطول 100 كيلومتر. اللقاء سلط الضوء كذلك على جملة من المشاريع المستقبلية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل البري والبحري والمواني بمختلف استخداماتها. الوزارة الآن تقوم بإعداد أو طرحت مناقصة للخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من مشروع الجسر البحري، جسر مصيرة، وانتهينا تقريبا أو في طور تحليل المناقصة من العروض المقدمة إلينا. ولأهمية هذا المشروع وحجمه، دراسة الجدوى الاقتصادية مهمة جدا، فلا يمكن أن يتخذ قرار نهائي في مثل هذا المشروع إلا إذا وقفنا بالفعل على القيمة التقديرية الفعلية لهذا المشروع. اللقاء جاء في مضمونه ليعبر عن تلك الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وشراكتها مع المجتمع المدني وتعريفهم بكل ما هو جديد في المشاريع التنموية المقدمة من الوزارة. سعيد بن سيف الحبسي، تلفزيون سلطنة عمان، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية.